منذ قليل وفات الفنانة كريمان بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 87 عام. رحلت عن عالمنا منذ قليل الفنانة المصرية كريمان، وهي إحدى فنانات الزمن الجميل، حيث أعلن ابنها الوحيد شيرين عن وفاتها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. أعلن نجلها شيرين عبر حسابه الشخصي قائلا: توفيت إلى رحمة الله أمي الحبيبة الغالية المرحومة بإذن الله الحاجة كريمان محمد سليم. حرم المرحوم النائب محمود أبو النصر رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب سابقا. وأضاف شيرين: ستقام صلاة الجنازة غدا الأربعاء بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين بعد صلاة الظهر، وتشييع الجثمان بمقابر الأسرة في 6 أكتوبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد غياب دام أكثر من 55 عام عن السينما، رحلت عن عالمنا الفنانة كريمان، حيث ظلت مختفية عن الأضواء، فبعد زواجها أعلنت اعتزالها. وفي تصريحات لها سابقا قالت الفنانة كريمان: اتدلعت شوية واشتغلت في الفن فترة، وبعدين قلت السلام عليكم وتركته بعد زواجي وإنجابي لابني الوحيد شيرين. وأنا دلوقتي جدة وعندي 4 أحفاد، أكبرهم طبيبة صيدلانية، والثانية خريجة إعلام، والثالث يدرس في الأكاديمية البحرية، والصغير حبيب الكل في ابتدائي، وابني رجل أعمال وبعيد عن مجال الفن. ولدت كريمان عام 1936، وكانت أحد أشهر الفنانات في زمن السينما الجميل، حيث قدمت الكثير من الأدوار التي حفرت في وجدان المشاهير العرب، حيث اشتهرت بتقديم أدوار الفتاة الدلوعة. فقبل سنتين تم تداول صور لها في سن الشيخوخة بعد فترة طويلة من اعتزالها الفن، حيث بدت بملامح مختلفة تماما عن التي اشتهرت بها. هي من مواليد القاهرة، درست في مدرسة الليسي وعملت في برامج الأطفال مع بابا شارو. بدأت التمثيل في مسرح مدرستها، حيث قدمت قيصر وكيلوباترا، وعملت كطفلة في الإذاعة، واشتركت في ركن الأطفال وأثنى عليها بابا شارو. للفقيدة الرحمة والأهلها وزويها وجمهورها الصبر والسلوان. عزيزي المشاهد، لا تنسى لايك واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. مع أجمل ورقة تحياتي وتحيات أسس الثقافة ومعلومة. تابعونا